أريد أن تتحدث عن بدايتك مع الشعر، كيف بدأت؟ ولو أول قصيدة مثلا قلتها. والله لا تخبر أن الشعر في الحقيقة لا ينقاد شموس، لا ينقاد لمن أراد أو لمن أراد أن يقوله بسهولة وبيسر، ولكنه لا بد من محاولات، ولا بد من إدمان قراءة، ولا بد من مطالعة، ولا بد من تحصيل، ولا بد من قول الشعر حتى إذا لم يرضى عنه قائله مزقه وعاود مرة ثانية وثالثة ورابعة لكي يرضى عنه. نعم. وهكذا الشأن بالنسبة لي حينما قلت الشعر، قلته مبكرا. نعم. إنما أعتقد أنني لم أقل الشعر الصحيح إلا وأنا أدرس في مدرسة دار التوحيد بالطائف. وأتذكر أنه في سنة من السنين قدم الملك عبد العزيز رحمه الله إلى الحوية في الطائف. نعم. فأرادت مدرسة دار التوحيد برئيسها وبأساتذتها وبجمع من طلابها أن يذهبوا للسلام عليه واستقباله وتحيته، وربما أنشدوا ما أنشدوا في هذا المجال. فرشحني مدير الدار رحمه الله بهجة البيطار لأن أكون شاعر الوفد. طيب. ولم أكن في الحقيقة قبل لأتقدم في يوم من الأيام في مجال مثل هذا المجال أمام ملك وأمام جمع حاشد، ولكن هذا الذي حصل. فذهبنا إلى هناك، فألقى من ألقى ومنهم الشيخ بهجة البيطار رحمه الله ألقى كلمة ضافية، وثم دعاني لأن أقوم بإلقاء قصيدتي. فقمت وألقيت القصيدة التي أعددتها لهذه المناسبة. من أوائل قصائدك تعتبر؟ من أوائل قصائد. وإذا شئتم أننا نستعرضها. طيب الآن. جدا. نعم تفضل. هي: تهلل فيك الشعب وافتر ثغره، وأقبل في ثوب الفخار يجره، وتاهت بك الدنيا زهاء وأقبلت يغص بها سهل الطريق ووعره. طيب. ونادى المنادي عند رؤياك قائلا: تبدى لنا من ظلمة الليل فجره، هلمن يا فخر الشعوب فشعبكم بطلعتك الغراء يزداد فخره، فأنت لآمال العروبة رائد هنيئا لشعب آل نحوك أمره. سلكت لعمري يا أبا العرب مسلكا، يعز على من رام علياه قدره، ومن ذا الذي في الناس يبلغ شأوه، ولو هامت الجوزاء قد نال أمره. ذكرك إذا ذكرت للأكرمين شمائل، يضائلها من عاهر العرب ذكره، وإياك قرن في الأنام مفضلا فأفضل ما بعد الخلافة عصره. تدل على عبد العزيز فعاله، وقد طبق الآفاق بالمجد ذكره، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وما ثمر إلا وينميه بدره. مليك رعاك الله ناد بأمة، يراجع فيها صاحب الفخر فخره، وشك لها في عالم العصر مرتقا، يذل لها نجد الطريق ووعره. فبالعلم تزداد الشعوب جلالة، ويجلبها كيد العدو ومكره، فهيا بنا قدما نواصل سيرنا، بعزم له يهوي ويندك صخره، لنا بالأولى شاد ممالك أسوة فدونك تاريخ الشعوب يقره. فيا ليت شعري أي شيء يعوقنا، فيبرز يوما من فتى العرب عذره، لقد بذلوا في العلم غاية جهدهم، فراك لمن يستعذب الورد مره. تصدى لها حبر قدير موفق، بلوغ أمانيها العزيزة نذره، فلله ما أبلى ولله من طوى عليه من الإخلاص والنصح سره.
وإن من التوفيق للشعب أن يرى ينوء بأعباء العظائم فخره، وإن من التوفيق للشعب أن يرى ينوء بأعباء العظائم خيره، فدم للعلا كهفا وللعرب ملجأ وللدين بالبيض الخفاف تقره وللعلم نبراسا وللفضل موئلا يجاريك توفيق الإله ونصره.